هنكمل تقطيع دول وننتقل لفطيرة التفاح. أنا محضرة لكم طبعاً الفطيرة جاهزة على القلي علشان نقليها ونبتدي نحضر الحشوة ونحضر باقي الخطوات. هي هنحتاج تفاح مع عجينة باف بيستري وقرفة وسكر، شوية نشا وليمون، لا أكتر ولا أقل. بس أول ما تطلع هنحطها بسكر وهنحطها بالقرفة. فأنا هحضر جنبي أهو طبق فيه السكر والقرفة، نخلطهم مع بعض، هتنقلبهم وتبقى جاهزة عشان أول ما تطلع الفطيرة مش هنحطها بقى على مناديل، هنحطها جوه الخليط ده. أين الفطيرة؟ أهي. ودي فكرة تحفظوها دايما بالشكل ده. أنا محضراهم وحطاهم بورق زبدة. دي عجينة الباف بيستري فيها حشوة الأبل باي الشهيرة والشهية والسهلة جدا اللي هنحضرها مع بعض. تعالوا نعمل تيست للزيت. خد طرف العجينة كده، الزيت ممتاز. طبعا الحشوة مستوية. خلوني أجيب حاجة نطلع فيها. وهنا عندي برضو مقصوصة، عايزينها بس العجينة تديني بابلز كده وتقرمش علشان أول ما تطلع وهي سخنة نحطها بالسكر والقرفة ونقدمها على طول. هاتوا نعلي الحرارة شوية ونحط واحدة تانية كمان. دي طريقة تحفظوهم بالفريزر كمان، تطلعوا واحدة اثنين اللي انتوا عايزينهم، ممكن تعملوهم نص الحجم كمان. هاتوا نحط دي ويبتدوا يتحمروا. طيب هاتوا نقلي اثنين عشان ما ننزلش درجة حرارة الزيت. دول لسه طالعين من التلاجة، بقالهم ساعتين في التلاجة. أي حاجة ساقعة، احنا بنتكلم النهارده عن القلي، طالعه من الفريزر، الزيت سخن جدا، محتاجين درجه حراره عاليه. اقوم حاطه مثلا 20 حبايه سمبوسك مجمده او 20 حبايه كبيبه مجمده. ده هيعمل لي ايه؟ ده هينزل حراره الزيت تماما. هتقولوا لي الكبيبه فكت يا شيف ليه؟ طبعا الزيت برد، الحراره من البروده وطت حراره الزيت فابتدت الحاجات تتشرب الزيت وتفك. فانا مش عايزه ازود هنا خالص، انا عايزاها تبتدي تقرمش. وتعالوا هي بتعمل كده نعمل الحشوه. هناخد هنا زبده، الزبده هي اللي هتديني صوص الكراميل الشهي. فهحط مثلا معلقتين زبده كبار، نبعدها برده عن النار، النار مولعه. انتوا فين؟ الحراره عاليه جدا. تاخدي حاجه لراس السنه يا استاذه هويده؟ خديها، ببخر للاستوديو، ببخر للاستوديو. هنحط الزبده ونحط لها تفاح، احسن تفاح للحلويات هو التفاح الاخضر، تفاح اسمه جراني سميث، بيبقى فيرم ناشف شويه فبيتحمل الحراره وبيبقى مزز. هنحط هنا التفاح اللي لما نحفظه بننقعه بالميه والليمون. نحط التفاح اهو، وهنحط له القرفه. دي بقت براون باتر خلاص، تدينا بروفايل طعم حلو. قرفه مثلا معلقتين، وهنحط له السكر. الخليط ده كفيل انه يحوله لكراميل. انا حطيت هنا مثلا كوبايتين تفاح، معلقتين قرفه كبار، معلقتين زبده كبار، وهحط تقريبا 3/4 كوبايه سكر. انا عايزه ارجع بس للباي هنا، اتاكد انها العجينه استوت. اوحش حاجه عجينه الباف بيستري اللي مش مستويه، ابتدت تاخد لون، فاضل لها لون الناحيه دي بس، فعايزه اضغط عليها كده. ايوه ابتدت تتنفخ اهي، تاخد لون من الناحيه دي والناحيه دي. طيب تعالوا نقلب هنا الخليط ده. الخليط ده محتاج ايه عشان يعمل صوص؟ محتاج شويه نشا مع شويه ليمون علشان نعادل السكر والنشا. ليه؟ عشان لو في سوائل كتير جوه عجينه الباف بيستري في القلي مش هتستوي. فبنقلب، مش هتستوي، سوري، هتنزل وتخلي العجينه طريه. فهنحط دلوقتي عندي هنا، انا محضره اكشلي الطبق ده عشان نحط معلقه نشا كبيره مش مليانه اهي، معلقه نشا اهو، وناخد الليمون تقريبا برضو معلقه ليمون كبيره، ندوب ده في ده بس كده. وشوف الصوص اللي نازل ده كله لما نحط النشا دلوقتي هيبتدي يتقل، وهيتقل اكتر لما نحطه في التلاجة او نسيبه يبرد.
بما انه احنا مستعجلين وما عندناش وقت كتير، انا هزود شويه من النشا. دايما المطبخ ليه حلول، وانا بحب المزازه عشان اعرف اكل الحاجات الحلوه، بحب تبقى فيها مزازه من معادلها. ندوب النشا كويس ونحطه مع الصوص. شايفين على طول ابتدى الصوص ده يتقل. طيب احنا جاهزين نطلع البايز على السكر والقرفه. بصوا شكلها مقرمشه ازاي، نحطها هنا ونغطيها بالسكر وبالقرفه، وده بيديها كراست خطير. طبق التقديم اين هو؟ نحطها هنا ونحط دي هنا. عرفتوها صح؟ كنترول عرفتوها، مشهوره جدا وغنيه عن التعريف. نحطها هنا ونحط دي هنا. لا هي غنيه عن التعريف، مش محتاجين اقول اسمها، صدقوني من احلى البايز. لا هما كده هيعملوها في البيت مش هيشتروها منهم. دي بقت جاهزه، تعالوا نروح للصوص. اغسل ايدي بس. بصوا الصوص تقل، عايزه اوريكم ازاي. بصوا شايفين تقل ازاي، باين معانا انه الكراميل اللي نزل من التفاح والزبده بقى متماسك بحيث نقدر نحشيه. انا عندي طبق هنا نطلع الحشوه عليه، شايفين؟ ايه رايكم؟ دي الحشوه تتاكل حاف. اللي فاضل انه هفرد بالفاصل عجينه الباف بيستري ونبقى جاهزين انه نحشيها. وصفه فطيره التفاح المقليه الشهيره والشهيه، عملنا الحشوه اللي انا نسيت احط لها ذره ملح اللي بتظبط الطعم بشكل خطير. ليمون وملح بسيط، سكر كتير. بصوا بتبقى عامله ازاي؟ سبونبل عشان ما تنزلش سوائل كتير. دي عجينه الرقائق الهشه الباف بيستري، فردناها بكل بساطه دلوقتي. تعالوا نقطع، هي القطعه تبقى كبيره، فهنقطع دي اتنين وبعدين دي مثلا كده ودي كده. تعالوا نعمل اتنين مع بعض. هنحط عليها الحشوه زي ما قلت لكم، ممكن تحطوها بالفريزر وطلعوها على طول على القلي، ونقفل عليها. بيسالوني تنفع بعجينه الكلاش، هي حشوه تنفع باي عجينه. احنا النهارده بنحاول نعمل حاجه هما خلاص عرفوها ومحبوبه والناس بتفتكرها مثلا عجينه معينه، لا هي عجينه البوف بيستري. بصوا بضغط بايديا بلزق وبعدين بالشوكه من سكيور كده من امن انها مقفوله. هي دي فقط وصفه فطيره التفاح المقليه. وممكن تتشوي بالفرن، هقول لكم سر. طبعا الباف بيستري بتتشوي بالفرن، لو هنشويها بالفرن هنديها ايج واش، رشه يعني مسحه كده من صفار البيض مع سنه فانيلا مثلا، وندخلها الفرن. وممكن تقلوها نعمل واحده ثانيه اهو، ممكن تدخلوهم الفريزر يتجمدوا وتحطوهم بعد كده بعد ما يبقوا سوليد روك يعني خلاص بردوا خالص في كيس، وتطلعوا واحده واحده. لذيذه لما يجي لنا الضيوف فجاه، ممكن تتعمل نص الحجم بايتس زي ما انتوا عايزين. قلنا بعد ما تتقلي بالزيت تطلع على السكر والقرفه، نقفلها وبس، فيش اسهل من كده وصفه. وحطيناها قدمناها هنا بشكل حلو. بصوا حطينا تحتها ورقه زبده، هي حاجه مقليه، حطينا جنبها شويه ورد، وهي اكيد احلى من اي حاجه هتشتروها من بره. تعالوا دلوقتي محضره قدامي هنا توست عليه جبنه كريمي وافوكادو. ده ايه؟ دي ايه شكلها ايه؟ تعالوا بصوا عليها. دي شكلها بوشت ايج صح؟ البيض اللي بنعمله بتحط فوق. بصوا في المطاعم اهو فوق الايج بنديكت الشهير، فوق الساندوتشز اللي فيها سالمون وفيها ساعات بنحط لها بسطرمة برزاولة. بصوا شكلها حلو ازاي. بنفس الحلة اللي قلينا فيها البوب كورن عملت تجربة قبل الهوا بسيطة. هتنشيل دول على جنب. خدت اوطي الحرارة شوية لانه عالية، انا هبعدها عن النار خالص
عشان تقل الحرارة شوية. هكسر البيضة هنا وأحضر جنبي مقصوصة. هاتوا. احنا ممكن نرش لها كمان هنا رشة كده ملح وفلفل لحد ما الزيت تنزل حرارته سنة. كنترول قولوا لي الوقت. نديهم سنة ملح وسنة فلفل اسود. ده توست حمصناه شوية وحطينا عليه جبنة كريمي، حطينا عليه شرايح افوكادو، ممكن يبقى تحتها شرايح طماطم تبقى حلوة، حطينا عليها ممكن باستو. فكروا بالساندوتش، الحاجات تليق بالساندوتش والتوبينج بتاعها بيبقى البيض. هغسل ايدي ونعمل مع بعض حالا الفرايد بوست ايج. تعالوا هجيب جنبي مقصوصتين تساعدني برضو اني احركها واطلعها من الزيت. اتاكد بس ان الزيت، بصوا هناخدها كده في طبق. عادة في المية بنحط خل وبنقعد نقلبها، هنا مش هنعمل أي حاجة، هننزلها بالزيت وهتطلع كده هتلم على بعضها. حرارة الزيت عالية بزيادة يا جماعة، هي لمت وبوش، بس لا مش دي اللي أنا عايزاها، هنعمل واحدة تانية حرارة الزيت سوبر عالية. هي بقت عندنا توتالي كوكت، الصفار تقريبا استوى تماما. فأنا بعدت الزيت عن النار وهاخد بيضة تانية وندوق نعمل فقرة التعذيب لحد ما يبرد الزيت شوية. هاتوا ناخد البيض، أيوة مش عايزة الزيت يبقى سموكينج هوت، يبقى سخن بس. هاتوا هنا نعمل تيست. عالية قوي تفتكروا يا كنترول ولا تمام؟ لا كده بتهيألي تمام. تعالوا ناخد المقصوصة ونحط البيضة، وأول ما تبتدي أيوة هنسيبها خالص، وأول ما تطلع نقلبها كده ونجمعها على بعض وهتستوي أسرع بكتير من ثواني من المية المغلية. خلاص شايفين الصفار؟ أهم حاجة الصفار يبقى راني. هحطها في الطبق أهو ونفتح مع بعض وتشوفوا هنا الساندوتش ده جاهزين. بصوا ار وي ريدي، بصوا نفتح الصفار، بس درجه حراره الزيت انتوا مش على الهوا ومش مستعجلين، تبقى اقل من كده شويه. وده بالظبط البوشت ايج، بيبقى البياض مستوي الصفار راني وبتبقى واخده مع القلي في الزيت طعم تحمير ومفيش اي زفاره. اذا النهارده بالديب فراينج بزيت لورو استخدمنا للديب فراينج كانولا، زيت كانولا وزيت عباد الشمس، عملنا البيتزا، عملنا فطيرة التفاح المقلية، عملنا البوب كورن. بصوا البوب كورن أول ما يطلع بيبقى طري شوية أوكي، لأنه بقى متعرض لحرارة عالية، أول ما يبرد بيرفكت، والبذرة اللي جوه دي ما بتحسوش بوجودها. تيجوا ندوق، موافقين؟ يلا ناخد طبق ندوق. إيه؟ تعالوا ندوق فطيرة التفاح. نحلي الأول، إيه رأيكم؟ عكس الناس لانه بحب الفطيره دي قوي. هاتوا نقطعها من النص. بصوا شايفين الصوص ده؟ الصوص الشهير والشهيده اللي فيه كل الطعم. هاخد قطعه كده واقول لكم حالا الليمون مع الملح مع السكر مخليها ما بتجزعش، يعني بتخليها مش سكر زياده. القرمشه اللي بره دي والعجينه مقليه بيرفكت، مش معجنه خالص، هشه كده، اسمها عجينه الرقائق الهشه. تيجوا ندوق الكالزوني، ناخد سكينه برضو ناخد حته من الكالزوني. النهارده كنا بنعمل وصفات وبنعمل تجارب، جربنا البوب كورن وجربنا البيض. دايما القلي نقلي بحرص ونستمتع بالاخر بكميات معقوله من الحاجات المقليه. فظيعه. بصوا مستويه ازاي العجينه يا جماعه، مستويه تماما. يعني في ناس بتخاف من انها معجنه، لا قلينا بطريقه صح. طعمها يجنن يجنن يجنن. شوفوا قعدت الحلقه 3 العصر القاهره والناس 2 و6 المغرب القاهره والناس 1، وهينزل دلوقتي حالا صفحتنا على الفيسبوك عشان تشوفوا الوصفات دي. تروحوا حالا تعملوا فولو لمي شو تي في على الفيسبوك. بحبكم، اشوفكم بكره.